فيلم The Town تبدأ قصة الفيلم وهي مجموعة لصوص وهم يقتحمون بنك بأحد الولايات الأمريكية، ونشوفهم وهم موجهين الأسلحة على الموظفين واخذوا من عندهم تليفوناتهم وعطلوها بالمي، وطلبوا من مديرة البنك أنه تقوم وتفتح لهم الخزنة. بس فجأة يقوم شخص ثاني بمكانها وهم يضربوه ويوقعوه على الأرض، وبعدها يقومون المديرة ويطلبون من عندها أنه تفتح الخزنة وإلا هم راح يقتلوها ويقتلون كل الموجودين. والمديرة تخاف وتسمع كلامهم وراحت حتى تفتح الخزنة، ولما فتحتها طلبوا من عندها ترجع ويا باقي الموظفين. بعدها اللصوص دخلوا للخزنة واخذوا كل الفلوس الموجودة، واحد اللصوص دخل غرفة المراقبة واخذ كل الهاردات اللي تخزن تسجيلات الكاميرا وحرقهن ومسح كل شي بيهن حتى ما حد يشوف تسجيل الكاميرا. بعدها طلعوا من المكان، بس قبل لا يطلعون رشوا الكلور على الاجهزة حتى تخفي بصماتهم. لكن فجأة احد اللصوص لاحظ انه اكو شخص شغل الانذار المخفي، وهذا الانذار ينطي اشارة لرجال الشرطة لكن بدون اي صوت داخل البنك. فراحوا سألهم وقال لهم منو شغل الانذار المخفي، بس موظف رد عليه وقال له انه ماكو احد شغله، وهذا اللص اعتقد انه هذا الرجال هو اللي شغله وبقى يضرب بيه. بس صديقه قال له احنا لازم نهرب قبل لا تجي الشرطه ولازم نستغل الوقت. وبهاي الاثناء قرروا اللصوص ياخذون مديره البنك كرهينه وياهم خوفا من اعتراض الشرطه لهم، وبالفعل اخذوها وصعدوها بالسياره وطلعوا من الباب الخلفي للبنك. واثناء الطريق خلوا على عيونها وصله سوداء حتى ما تتعرف عليهم. بعدها حكى وياها احد اللصوص وقال لها انه احنا راح نتركك تروحين وما راح نأذيك، بس لا تبلغين المباحث علينا، واذا بلغتي علينا فقتلك مو عملية صعبة وانما شيء مجرد سهل. بعدها تركوها بمكان قريب على البحر وقالوا لها لا تفتحين عيونك الا نطلع، وعافوها وراحوا. وبهاي الاثناء يوصل المحقق ادم وهو اجى للبنك حتى يحقق باللي صار، وعرف ان اللصوص رشوا مادة الكلور حتى ما حد يتعرف على بصماتهم، وعرف ان هم اخذوا الهاردات وحرقوها، وايضا عرف ان هم لصوص محترفين وهاي العملية مو اول عملية لهم. وهنا تجي مكالمة هاتفية لهم وهم يجاهم تبليغ انه السيارة اللي صارت بها عملية السرقة كانت محترقة بمدينة قريبة على الجسر، فهنا الضابط ادم راح حتى يشوفها، وبعد ما شافها عرف ان هم لصوص يحسبون الكل وحساب احترافي وعملية القبض عليهم ما راح تكون سهلة، وعرف ان هم بعدهم موجودين بالمدينة. وبهاي الاثناء نتعرف على احد اللصوص اللي اسمه دوغ، وهو يروح البيت اصدقائه اللي سرقوا وياهم البنك، ولما دخل سألهم على صديقهم الثاني اللي اسمه جيم، لكن فجأة جيم يدخل عليهم ويقول لهم انه اكو مشكلة تواجهنا وهي بطاقة المديرة اللي اخذناها، وهاي المديرة اسمها كلير وهي ساكنة قريبة من عندنا وبيتها يبعد علينا 4 شوارع فقط، وهم كانوا خايفين لا كلير تتعرف عليهم. بس دوغ قال لهم انه هي ما راح تتعرف عليهم لانه احنا هددناها وكلير خافت من عندنا كل شهواية. وبالفعل اصدقائه اقتنعوا بكلامه وتركوا الموضوع. وبهاي الاثناء كانت كلير قاعدة ويا المحقق ادم وهو دا يحقق وياها بشان عمليات السرقة، فسألها عن اشكالهم بس هي ردت عليه وقالت له انه هي ما تعرفت عليهم لان هي كانت خايفة كلش، وقالت له انه هم شدوا عيوني وبقوا يهددون بي. لكن هو يرد عليها ويقول لها انه المدينة خطرة وكلها لصوص، وبقى يحذرها من خطرهم عليها. وبسبب الخوف كلير رضت تكمل وياه التحقيق. وبهاي الاثناء يروح دوك وجيم المحل الورد حتى يدفعون الحساب اللي عليهم، لكن نكتشف انه دوك مراقب كلير وهي ما كانت تعرفه ولا تعرف انه هو اللي هددها وهو اللي سرق البنك. بعدها كلير دخلت المحل الغسيل ودوك دخل وراها، ولما شافتها طلبت من عنده فلوس، لكن دوك رفض ينطيها وقال لها انا ما عندي، وهي انهارت وبقت تبكي لانه تذكرت اللي صار وياها وهو اللي دمرها وهو اللي خلاها توصل لهاي المرحله. فدوك سالها عن اللي صار بس هي قالت له أنا دا أمر بأيام عصيبة لكن هاي الأيام راح تنتهي. بعدها دوك طلب من عدها أن تروح وياه المكان حتى ينفه عن نفسها شوية، وبالفعل هي وافقت وراحوا. ولما وصلوا بدأوا كل واحد من عدهم يحكي للثاني عن مشاكله وعن عائلته، وكلير بقت تحكي لدوك عن صعوبة الحياة اللي عايشتها، ودوك ينقهر عليها كل شهواية وحس بالندم لما هددها وخلى رهبة الخوف تصيبها. بعدها طلعوا للشارع يتمشون وبقوا يحكون ويتعرفون على بعض، لكن هنا كلير طلبت من دوك أنه يروحون يصعدون على قارب، وبالفعل دوغ يوافق. بعدها بدت نظرات الاعجاب المتبادله بيناتهم وهم حبوا بعض. وباليوم الثاني دوغ راح لبيتها وهي اجته وصعدت وياه بالسياره، فقالت له انا ارتحيت بالكلام وياك وعلى هذا الاساس انا راح احكي لك على الموقف اللي تاذيت بسببه. وبدت تحكي وياه عن السرقه اللي صارت وياها وحكت له عن صديقها اللي ضربوها بقوه، وهنا دوغ يتاثر بكلامها وحس بالندم واقترح عليها انه هي تزور صديقها اللي بالمستشفى، وكلير حبت الفكره ووافقت. وبالفعل راحوا الى وزاروه
ولما خلصوا زيارة وطلعوا خارج المستشفى بدأوا يحجون ويا بعض وبقوا واقفين الوقت كلش طويل. وباليوم الثاني كان دوك وأصدقائه يحضرون الأكل حتى يحتفلون، لكن نعرف أن المحقق آدم كان يصور بيهم وأخذ الصور مالتهم المركز FBI وعرضها عليهم وبدأ يشرح لهم ويقول لهم أنه هذول الشباب إلهم سجل إجرامي بجرائم السرقة والقتل ما عدا شخص اسمه دوك، وهو هذا سجله نظيف من كل الجرائم. ويقول لهم أني شاك بي هو القائد مالتهم اللي يخلي الخطط للسرقة. بعدها نشوف دوك وجيم وهم يحجون بخطة جديدة، وجيم يقول له هالمرة راح نسرق سرقة كلش كبيرة حتى نعيش حياتنا برفاهية وهاي راح تكون آخر سرقة إنا. بس دوك يرفض ويقول له أني ما أقدر أسرق للمرة الثانية، ونعرف إنه هذا الشيء بسبب علاقته ويا كلير لأنه هي أثرت بي كلش هواية وخلته يتوب عن السرقة. لكن بالأخير قدر جيم يقنعه بالسرقة الثانية ودوك يوافق وقال له هاي آخر سرقة راح تكون إلي، وهالمرة جيم يوافق بدون أي اعتراض. ولما يجي اليوم الثاني يروحون بالسيارة حتى يسرقون سيارة كانت تنقل الأموال للبنوك، وبقوا يتبعوها لحد ما وقفت بشارع ضيق. بعدها نزلوا دوك وجماعته وهجموا على الحرس وضربوهم ووجهوا الأسلحة عليهم. ولما جيم حاول يسرق السيارة انتبه انه السائق ما كان موجود، بس فجأة السائق كان موجه الاسلاح على دوك وقدر يقبض عليه وقال لهم تسلمون نفسكم لو اقتل زميلكم. بس جيم قدر يدارك الموضوع ويطلق عليه النار بدقة عالية وقدر يقتله. بعدها اخذوا الفلوس وهربوا بسرعة، بس بهاي الاثناء اجت عليهم سيارة الشرطة وبقت تطاردهم، وهم بقوا يمشون باقصى سرعة رغم صعوبة المسافة اللي موجودة بين الشوارع. بعدها صارت اكثر من سيارة شرطة تلاحقهم ودخلوا بشارع وتحاصروا من كل جهة، فجيم اضطر يطلع عليهم سلاح رشاش وقوي ويضرب الشرطة ويقتلهم. وبعدها ركبوا السيارة الثانية اللي كانت منتظرتهم وراحوا حرقوا السيارة اللي كانوا راكبيها، وبالفعل قدروا يهربون. وبهاي الاثناء عرف المحقق ادم باللي صار وانه اللصوص اللي سرقوا سيارة نقل الاموال هم نفسهم اللي سرقوا البنك. بعدها امر بغلق الجسر المؤدي للمدينة، بس دوك وجيم سمعوا كل شيء من خلال لاسلكي الشرطة اللي اخذوه، والسائق بدأ يسوق بسرعة حتى يعبر الجسر قبل الاغلاق، وبالفعل قدر يعبر الجسر ويدخل للمدينة. ولما وصلوا للمدينة نزلوا، بس فجأة شافوا اكو شرطي باوع عليهم وهم بدأوا يخافون لانه ما حد شافهم. بس فجأة الشرطي دار وجهه وكأنه ما كان شايفهم لان هو كان خايف من عندهم، وطاهم تنبيه ان هو ما راح يبلغ عليهم، وبالفعل هم عافوه وركبوا السيارة الثانية وراحوا للبيت. وبهاي الاثناء المحقق ادم كان معصب على الشرطة لان هم ما قدروا يلزموهم وقال لهم احتمال كلش كبير يكون دوك واصدقائه هم اللصوص. بعدها يقرر ادم يجيبهم المركز FBI حتى يحقق وياهم على امل انه شخص بيهم يعترف. ولما جابهم جيم رفض يتكلم إلا بوجود المحامي، فآدم يأس من جيم وراح على دوك وقال له أنه الأفضل إلك تعترف على جريمتك. بس دوك يرد عليه ويقول له أني ما سويت أي شيء، وأني كنت أعرف بيك لما صورتنا أني وأصدقائي، وأنت لو جاي وطالب من عندي الصور أنا أنطيها إلك بدون أي مجهود من عندك. بعدها آدم ينصدم من كلامه وانصدم لأنه عرف دوك كان يدري بيه راقبهم، ودوك يقول له لو كان أكو علي أي دليل ضدي ما كان حققت وياي هسه، وأني أطلب من عندكم إذا ما كان عندكم دليل علي واضح اتركوني ارجع للبيت. بعدها ادم يسمح له يروح وعرف انه مهمة القبض عليهم ما راح تكون سهلة مثل ما هو كان مفكر. وبهاي الاثناء يروح ادم لكلير ويقول لها انه احنا كنا مراقبين مكالماتك وانت كنتي على تواصل ويا دوك، ودوك هو احد الاشخاص المشتبه بهم بسرقة البنك، فيطلع صورة ويشوفها اله. وكلير تعرف انه دوك كان يكذب عليها وهو كان يستعطفها حتى اذا عرفت بجريمته ما تبلغ عليه. وبهاي الاثناء دوك يروح على محل الورد الجاك ويقول له اني راح ابطل شغل وياكم وبعد ما اوافق على اي مهمة تكلوني بيها. وهسا نعرف انه جاك هو اللي كان يخطط لكل عمليات السرقة مالتهم وهو كان القائد مالتهم، لكن جاك يهدد بحبيبته كلير ويقول له اذا ما نفذت هاي المهمة فاحنا راح نأذيها. بعدها دوك استسلم اله ووافق على المهمة الاخيرة وقال له هاي راح تكون اخر مهمة الي، واذا اي شخص حاول يأذي كلير راح ينقتل على الفور، وجاك يوافق. وبهاي الاثناء يروح دوك على كلير، ولما وصل لبيتها يشوفها وهي منهارة، ولما سألها شبيش قالت له عن الموضوع اللي حكي بيه المحقق ادم، وقالت له انت كنت تخدعني، بس هو حاول يهدئها، لكن هي رفضت وطردتها من البيت. وباليوم الثاني دوك يروح على كلير، ويشوفها وهي كانت هادئة، وبدأ يحكي وياها ويقول لها أنا كنت ناوي أقول لك على كل شيء صار، بس كنت منتظر الوقت المناسب، وبس أخلص المهمة الأخيرة راح أجي عليك، وراح تكون آخر مهمة إلي. وبالفعل كلير توافق وتنطيه فرصة ثانية لأن هي كانت تحبه وما تقدر تعوفه. وبمشهد ثاني نشوف جاك وهو بدأ يخطط ويا الفريق للمهمة، وهي كانت سرقة الرهانات اللي كانت بسباق الخيول، ويتفق
كل واحد من عندهم على دور خاص بيه ويبدون يجهزون للخطة. وباليوم الثاني يروح جيم ودوك للمكان، ولما وصلوا كانوا متنكرين بزي الشرطة، ولما وصلوا للمكان كانوا قريبين على الخزنة. وبهاي الأثناء لاحظ وجود صديقهم بغرفة التحكم وبدأ يطفي كل الكاميرات وعطل كل أجهزة المراقبة. بعدها دخل دوك وجيم، ولما وصلوا شافوا أكو عناصر من الشرطة فوجهوا عليهم الأسلحة وربطوا أيديهم وقدروا يسيطرون عليهم. ولما وصلوا للباب المؤدي للخزنة كانوا أكو حراس اثنين، فطلبوا من عندهم يفتحون الباب وإلا رح يقتلوهم ويقتلون عائلتهم. بعدها الحراس خافوا من عندهم فقرروا يستسلمون ويفتحوا لهم الباب، ولما دخلوا قدروا يسرقون كل الفلوس الموجودة. بعدها يطلعون من المكان بكل بساطة بصفة رجال الشرطة فيروحون على السيارة مالتهم لأنه كان صديقهم منتظرهم بيها. لكن فجأة دوك سمع صوت، ولما راح يشوف شنو هذا الصوت شاف المحقق آدم وياه عدد كبير من رجال الشرطة، وهم كانوا محاصرين المكان بالكامل. ولما حاول دوك يحذر أصدقائه بدأت الشرطة بإطلاق النار عليهم. وبهاي الأثناء صارت معركة بين الشرطة واللصوص وكانت معركة شرسة، لكن هنا ينصاب أحد أصدقاء دوك والثاني ينضرب براسه ويموت. فصديقهم المصاب يقترح عليهم أنه يطلع للشرطة بالسيارة حتى يلهيهم، وهم يطلعون بلبس الشرطة ويهربون، وبالفعل هم يوافقون. بعدها يلبسون لبس الشرطة ويتجهزون حتى يطلعون. وبهاي الأثناء يخرج صديقهم بالسيارة، فالشرطة بقوا يطلقون النار عليه لحد ما يموت. ولما راحوا الشرطة عليه شافوه لوحده وعرفوا أن الموضوع كان عبارة عن خدعة، فينتشرون بكل مكان بالمدينة حتى يلزموهم. وبهاي الأثناء آدم يشوف جيم وهو طالع فيطلب من عنده أنه يستسلم، لكن جيم يرفض فيقررون يطلقون عليه النار. ويجون بقي رجال الشرطة ويطلقون النار على جيم وقدروا يقتلوه ويخلصون عليه. لكن دوك شاف كل اللي صار قدامه فركب سيارته وراح حتى ما حد يتعرف عليه. بعدها دوك انتقل على جاك وقتله، وانتقل للمساعد مالته وايضا قتله، واخذ كل الفلوس وراح اتصل بكلير وطلب من عندها تهرب وياه، لكن هي رفضت وطلبت من عنده انه يجي للبيت. وهنا دوك عرف انه رجال الشرطه كانوا بغرفتها، وهنا نعرف انه دوك كان بالمبنى اللي مقابل كلير ورجال الشرطه ما كانوا يعرفون بهذا الشيء. بس دوك فهم من كلام كلير الغير مباشر انه هي جاي تنبهه حتى يهرب ويتركها، لانه الشرطه كانوا بالمكان وعرف انه كلير بعدها تحبه وهي ما خانته. وبعد وقت كلش قصير دوك يروح للمكان اللي كانت تزرع بيه كلير، فيدفن جنطة مليئة بالفلوس ويترك لها رسالة اعتذار على اللي صار وياهم بالبنك. وبهاي الاثناء دوك يهرب من المدينة عن طريق المترو، وبعدها بساعات كلير تروح للحديقة مالتها وتلقى الفلوس وتقرأ رسالة، وكاتب لها بالرسالة انت احلى شي صار بحياتي، ويقول لها انا منال مدة قصيرة وراح ارجع عليك. ولهنا تكون نهاية الفيلم.